كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. في البداية يشرفني أن أرحب بكم في هذا اللقاء بتنسيق السيدة عائشة جزالي مديرة الوكالة الحضرية لإستخارة سمارة، وأشكر السيد أمين عامل عمالة إستخارة سمارة على تقديم. اليوم احنا مجتمعين عملة إقليم سخيرة تمارا لحفل تنصيب المديرة الجديدة لوكالة الحضارية ديال سخيرة تمارا. كانت أيضا هي مناسبة باش أننا نعرضوا المنجزات ديال الوزارة فيما يخص بعض المشاريع اللي كتقوم بها الوزارة في الإقليم. أيضا كانت هي مناسبة باش أننا نأكدوا على الانخراط ديالنا تحت القيادة ديال صاحب الجلالة نصره الله في دعم الإقليم ديال سخيرة تمارا فيما يخص البرامج، لا البرنامج ديال دور الصفيح، ولا البرنامج ديال إعادة التأهيل، ولا البرنامج ديال السكن، لا سيما السكن الاقتصادي، وأيضا السكن ديال الموين ستوندي الإسكان وسياسة المدينة بحضور السيد الوالي الجهة وكذلك السيد عامل عمالة سخيرة تمارا. هذا التنصيب ديالي جاء يعني لإعطاء الدخول في واحد المرحلة جديدة للوكالة الحضارية ديال سخيرة تمارا، مرحلة جديدة اللي غادي نعتمدوا فيها إن شاء الله على واحد يعني واحد نعتمدوا على يعني الفريق الوكالة الحضارية أولا، وكذلك غادي تم واحد اون اناليز واحد ديال 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 المجال، نشوفوا المؤهلات ديالو والتحديات ديالو، وان شاء الله بدعم من المنظومه المحليه وبدعم جميع الفرقاء سنعمل سويا باش اننا نحققوا النتائج المرجوه من البرنامج الحكومي وكذلك برنامج الوزاره. وان شاء الله نتمنى نكونوا عند حسن الظن السيده الوزيره وعند حسن الظن جميع الفرقاء اللي عندهم علاقه يعني بالمهنه الوكاله الحضاريه، كذلك اللي عندهم علاقه بالتاهيل ديال مجال عمله سخيرة تمارا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.